أجور موظفي قطاع الصحة ستناهز 450 مليار سنتيم العام 2018. ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحصي لحد الساعة وجود 11543 منصبا شاغرا، ما يفسر حالة العجز التي يعانيها القطاع خاصة في القبيلات. وأمام الذائقة المالية، مصالح الوزير مختار حزب اللاوي لم تستطع استحداث أكثر من 8080 منصبا ماليا خلال العام المقبل، من بينهم 2000 ممارس طبي متخصص و1120 طبيبا عاما و2760 عونا شبها طبيا، لفائدة 33 مؤسسة استشفائية سيتم استلامها العام المقبل. الوزارة تتحدث عن أكثر من 11000 منصبا شاغرا لا تستبعد التوظيف فيها، ونقابة ممارسي الشبه الطبي تتحدث عن عجز يصل إلى 30000 منصب. الرقم بالنسبة لنا أكبر من هذا من 11000، لأنه يعني لما نتكلم على الكادر الطبي وشبه الطبي فيه عجز في حدود 25 إلى 30%، يعني من التعداد البشري اللي كان موجود. ولما نقيسوه على العدد اللي نعرفوه احنا تقريبا 130 إلى 140 ألف، يعني بين إطار شبه طبي وإطار طبي، إذا 25 إلى 30% يعني تعادل تقريبا 30 ألف يعني منصب شاغر. عن أسباب العجز في قطاع الصحة والتي أثرت كثيرا على الخدمات: إلغاء الحق في التقاعد النسبي بالصيغة الجديدة نتاعو، يعني اللي منع ولا ألغى حق التقاعد النسبي ولا دون شرط السن، اللي دفع بآلاف، نقول آلاف على مستوى قطاع الصحة، آلاف المهنيين يعني باش راحوا للتقاعد قبل نهاية الأجل اللي كان في 31 ديسمبر 2016. كثير من القابلات والأعوان اللي كانوا مبرمجين الذهاب نتاعهم ولا الاستفادة من التقاعد بعد 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات إلى مدة أطول، يعني كانوا مضطرين باش يروحوا للتقاعد. رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد جراء انهيار أسعار البترول، قررت الحكومة رفع نفقات مستخدمي قطاع الصحة خلال العام المقبل لأكثر من 450 مليار سنتيم لامتصاص غضب المواطنين، لاسيما وأن القطاع لا زال مريضا رغم كل الوصفات التي خصصت لها.